خضت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. أمان قد طال المسير، وخضت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. أماه طبيبا غدوت فهاك الزرعك قد نما، يأتي المريض تألما ويعود مبتسم الفما. إن ينزف الشاكي دما أعطيه من قلبي دما، ويموت عقرب ساعتي حتى يعيش بلا حزن، حتى يعيش بلا حزن. أمدان قد طال المسير، وخضت معركة الزمن، العلم يحلو مره إن كان من أجل الوطن. يا ما سهرت لياليا وتقاتل النوم الجفون، ما أجمل الأقدار حين تكون أقسى ما تكون. من جد يقصد زرعه والصعب آخره يهون. إن النجاح قصيدة العلياء يلزمها ثمن، عليا يلزمها ثمن. أعلمي على المسير، وخضت معركة واليوم ينتصب الشراع. أرجو من الله العلي بأن يجمعنا معا، بأن يجمعنا معا. أمان قد طال المسير، وخضت معركة الزمن، العلم إن كان من أجل الوطن. في القدس جامع الصدارة زينت كل الربوع، إن أطفأوا فينا الشموع نضيء آلاف الشموع. أقسمت باسم الله أن أحيا فداك ولا رجوع، وكتبت فوق شهادتي يحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى وطني، يحيى الوطن. أمان قد طال المسير، وخضت معركة الزمن، العلم إن كان من أجل الوطن. أمعلمينا ليس تكفيكم حروف جمل، فلقد تعبتم مثلنا، والله يجزي بالعمل. كنتم شذا، كنتم سنا، كنتم هنا، كنتم أمل. إن لم أقل شكرا لكم سيقولها قلبي لمن، سيقولها قلبي. وخضت معركة الزمن، العلم يحلو مره. أبنائي الطلبة المتخرجين، العوائل الكريمة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة شوف الآن يبدي الابن ويا من عمر صغير الى ان يكبر في محطات يمر بها في حياته، محطات فرح بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الاب الكبير في هذه الجامعه هو السيد رئيس الجامعه. احنا ربينا 6 سنوات، تعبنا، بذلنا جهد معكم، وصلت الى اجمل لحظه ينتظرها الطالب في الكليه وفي الجامعه،
اللحظة اللي يتخرج بها من الجامعة ويغادر هذه المقاعد إلى الحياة، راح يصبح طبيب زميل لنا في عملنا ويتدرج في هذه إلى أن يصل إلى أستاذ ينضم إلى هذه الكوكبة الرائعة من الأساتذة وتكون إلى لمسات في بناء الكلية. الفرحة كبيرة، يقولون أنه أكثر فرحة يمر بها الأب عندما يحضر اللحظة اللي يزد بها ابنه. أنا بالنسبة لي هي هاي اللحظة اللي أبحث عنها. اليوم أنا أحضر حفلة زفتكم جميعا يوم تخرجكم من الكلية إلى الحياة العامة. أنا ممتن لكم جميعا أنه حققت هذه الرغبة للكلية عمادة وإلى رئاسة الجامعة ممثلة بالسيد رئيس الجامعة. ليس الكلام ليس لأنه رجل حاضر، حقيقة الدعم الذي قدمه للكلية وإلكم شخصيا والتوصيات اللي وصيها بأن برعايتكم وبإعدادكم وبذل المجهود، هذا قد ما يكون منظور بالنسبة لكم بس بالنسبة لنا هو شيء منظور. وفي هذه المناسبة لابد للأب الكبير من كلمة، أدعو سيد رئيس الجامعة إلى كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انطلاقا من واطلب العلم من المهدي إلى اللحظة، أبنائي الطلبة، أنا اليوم فرحان جدا من أشوفكم واقفين أنتم في لحظة الانتصار. والله هذا قمة الانتصار اليوم اللي انت واقفين به، انتصار علما الى جامعة جابر ابن حيان، انتصار هو الى الوزارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الى محافظة النجف، انه تتخرج وجبة هي من ارقى الوجبات، هي وجبة اعقد سنوات من عمرها لأجل هذا اليوم. أنا ما أقول لكم الدربة انتهت، لا اليوم بدأ، اليوم وياكم بدأ الدرب الحقيقي للحياة. من اليوم كونوا تفكرون التطبيق شلون يكون بأعلى وأرقى ويعني أفضل ما يكون. عندنا هدف واحد إحنا وياكم، شلون نقدم الخدمة إلى أبناء محافظة النجف وأبناء العراق بأجمعين. أنا اليوم أطلب منكم طلب إنه من اليوم تبدون تجدون أكثر وتجتهدون تقدمون الأفضل ما عندكم، لأن هو هذا تعبير المن لما قدمه أباكم الأساتذة التدريسيين من جهود سنوات، ليست هذه الست سنوات لا. بلغت منايا وصرت طبيب، فيا قوم هبوا فذا يوم عيد، حلم أهلا وصار قريب، وليل تلاه صباح رغيب. بلغت منايا وصرت طبيب، فيا قوم هبوا فذا يوم عيد، حلم أهلا وصار قريب، وليل تلاه صباح رغيب. وقد سرني بعد أني طبيب قلوب تباهت بنصر الوليد وصحب كرام. بسم الله الرحمن الرحيم. واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، ومن هذه المقولة العظيمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم جامعة جابر ابن حيان في حفل بهيج لأخذ صورة تخرج لطلبة الدفعة الثالثة الذين سيتخرجون لاحقا إن شاء الله بإرادة رب العالمين. إن الجهود الجبارة التي بذلت من قبل التدريسيين في كلية الطب وفي جامعة جابر ابن حيان بشكل عام أنتجت هذه اليوم وأثمرت عن جهود مباركة، وهي تخريج الطلبة بهذه الدفعة، هذه الدفعة المميزة كما عودتنا جامعة جابر ابن حيان
أنه طلبتهم يكونون متميزين. صراحة هذا اليوم هو انتصار للعلم والتعليم، انتصار لجامعة جابر ابن حيان ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا اليوم نشهد شيء مثمر قد أفرح القلوب، وهو نتاج علمي مميز. فالجامعة بدورها الحقيقي في الحياة هذا اليوم أنتجت هذه الوجبة الفاخرة من الطلبة الذين هم قدوة إن شاء الله لبقية طلبة كليات الطب في العراق، حيث طلبة جامعة جابر ابن حيان يتميزون صراحة بالإمكانات الهائلة وبالإرادات القوية للحصول على العلم، وهم في ميدان التنافس دائما الأول، وهذا ما صراحة عهدناه بهم منذ الدورة الأولى. نقول للسادة الأخوان في كلية الطب التدريسيين، بارك الله بجهودكم وجهودكم لم تذهب سدى، بارك الله بكم، والله إنكم صراحة الشجر المثمر. طبعا في هذا المضمار نحن نحيي ونسأل الله أن تكون هذه الجهود مستمرة لخدمة وزارتنا. كذلك لا يسعنا إلا وأن نذكر بمزيد من الفخر والإجلال والاحترام دعم معالي سيد وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم على دعمه المستمر لجامعتنا ولكليات الطب بشكل عام، ولشكل خاص لكلية طب جامعة جابر ابن حيان الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا تقليد سنوي في كلية الطب أنه تكون هنالك صورة للتخرج للطلبة مع أساتذتهم، وهو تقليد جميل جرت عليه العادة منذ تأسيس الكليات في العراق. في هذه السنة كلية الطب بجامعة جابر بن حيان تحتفل اليوم بقرب تخرج الدورة الثالثة لها، وهي من الدورات المتميزة إن شاء الله في هذه الكلية، وإن شاء الله يكون هذا التقليد باقي ومستمر. أقدم أجل وأجمل التهاني إلى السيد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الكبير، شكري وامتناني وتهنئتي إلى أخوتي وزملائي أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب، تهاني وتبريكاتي إلى أبناء الطلبة في هذا اليوم الكبير، وإن شاء الله نلتقي في العام القادم مع الدورة الرابعة في الكلية. بلغت منايا وصرت طبيب، فيا قوم هبوا فذا يوم عيد، حلم أهل وصار قريب، وليل تلاه صباح رغيب، وتشهد أني لمست السماء بسعي وكد لحلم البعيد، وأني تركت خصال الصغار وكفنتها في تراب زهيد، وأقسم أني سأرعى الأنام رجالا نساء وسودا وبيض، وأني سأمسي رسولا. اليوم 12 في الشارع حضرنا احتفالية جامعة جابر بن حيان الطبية لتخريج الطلبة المرحلة الأخيرة للطب، وبهذا اليوم نحتفل به جميعهم أبنائنا، وبالذات بنتي أنا هدى جينا نحضر حفل مالتها، ونتمنى لها التوفيق والخير لكل الطلبة وإلها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لجامعة جابر بن حيان الطبية تخرج الدورة الثالثة من أبنائنا ليرفدوا العراق العظيم بالكوادر الخيرة الطبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقيم اليوم حفلة تخرج الدفعة الثالثة، دفعة أطباء الواجب OCD On Call Doctor. هذه الدفعة اللي راح تتخرج هذه السنة بدعم وتوجيه ورعاية كاملة من السيد رئيس الجامعة المحترم الأستاذ الدكتور محمد باقر محمد رشاد فخر الدين، والسيد العميد كلية الطب الأستاذ مساعد الدكتور عادل الميالي، وبدعم جميع الأساتذة والتدريسيين لنا. هذا اليوم نقيم حفلة التخرج، حفلة صورة التخرج الخاصة بنا، ونشكرهم على جهودهم خلال هذه السنوات الست الماضية، وفقهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني والدي قبل فترة توفى الله يرحمه، قبل 6 أشهر يعني،
فيعني انا ايش حسيت شنو شعور ان تفقد انسان عزيز عليك؟ يعني يجوز اشد الم بالحياه هو هذا. فانا امنيتي الناس كلهم نعتبرهم مثل اهلنا، كل انسان احاول بقدرتي قدر المستطاع انه كل حياه انقذها. كل انسان ممكن ينتهي بعاقه الغي هذا الشيء، لان ادري ان هذا ايش قد له تاثير عملاق. ممكن يعني عائلته بدال لا ان تنتهي الموضوع ببكاء لهم، هاي ينتهي بفرحه وابتسامه. فهاي امنيتي هي انه انقذ ايش قد ما اقدر من حياه. شكر الوالدي الله يرحمه اللي من صغري كان دوم يحثني على الدراسه وعلى مساعده الناس، الله يذكره بالخير والله يرحمه. وشكر لوالدتي والعائلتي والكل شخص ساندني، لاصدقائي وساتتي. امنياتي انه احنا جميعا انه تكون هاي غايتنا، انه مساعده الناس هي الاولويه. وشكرا جزيلا لكم. احنا طلاب جامعه جابر بن حيان الطبيه الدفعه الثالثه، اليوم هو يوم تخرجنا يصادف 17/5، واسم دفعتنا هو انكل دكتورز. سلام بقلب محب وفكر رشيد، وعمرا ساحيا اداوي الانام، واطمع ربي بموت مجيد. بلغت منايا وصرت طبيب، فيا قوم هب فذا يوم عيد، حلم أهل وصار قريب، وليل تلاه صباح رغيب. فيا من صحبنا بركب العناق، وذقنا سويا مرار الوعيد، وليلا سهيلا.